إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية كل عام وانتم بخير جميعا بمناسبة عيد الفطر المبارك، وربنا يجعل أيامكم كلها خير وسعادة يا رب وأعياد. كنت وعدتكم قبل كده في شهر رمضان برضو إن أنا هرد على المنصر اللي اسمه رشيد حمامي. رشيد حمامي دوت عامل قناة تنصيرية زي زكريا بطرس كده يعني، على شاكلته يعني، بيسخر فيها من القرآن والآيات والرسول عليه الصلاة والسلام. عامل 29 حلقة بعدد أيام شهر رمضان المبارك، كل يوم كان يذيع حلقة. مسمي البرنامج بتاعه دوت آية وتعليق، آية وتعليق. بيجيب آيات، آية أو آيات معينة، ويستهزأ ويسخر بيها وكده، وبيقعد يقول بقى ده سوق خضار، القرآن سوق خضار، ومسميات يعني كده هو بيقتبسها من دماغه العافنة. ومعايا واحد ملحد يعني المنصر رشيد حمامي دوت، وقاعد معاه واحد عاملين تويتو مع بعض على اساس انه برنامج جلف فكاهي يعني وكده. هو برنامج ساخر اساسا من على عقيدتنا ومن قراننا. هنسمع كلامهم وهنعلق عليه ونرد عليه. بس قبل كل دوت انا بقول لاخواتي وحبايبي واصدقائي المسيحيين، انا مش بسخر من عقيدتكم ابدا، انما انا برد على كلام رشيد المنصر دوت رشيد حمامي. انا عن نفسي يعني لما ظهر حد كده اسمه البرنس المصري وفضل يسخر من الكاهن لابس لبس كاهن ويسخر ويقول نام يا بخوم نام يا بخوم وكده، عن نفسي نزلت بوست على صفحتي واستنكرت فيها هذا العمل. فالإساءة العقائد أنا مش معيدها خالص يعني، إنما بما إن رشيد بيسخر من عقيدتي وبيقول كلام سيء وسافل زيه وحقير، فأنا هرد عليه من كتبه ومن أناجيله. هو بيقول على القرآن الكريم سوق الخضار في القرآن الكريم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، ازيك عامل ايه؟ اتفضل حل صيامك، كنت اليوم كله وانت صايم كده حل صيامك. تحب العنب؟ طبعا. بتقولوا له ايه في مصر؟ عنب. عنب؟ سبحان الله. بس انا اكتشفت انكم بتحبوا المانجا، من اكتر الشعوب اللي بتحب المانجا. عشان ما فيش مانجا زي المانجا المصرية. يا راجل. يعني ال مانجا امريكا اللاتينيه ما لكمش فيها؟ لا لا لا، ما فيش المانجا المصريه، وفي نوعين من المانجا بس، المانجا العويسي والمانجا الاسماعيلاوي، وفي خناقه ايه الاحسن منهم. ماشي يا سيدي. بعد كده الهندي، مانجا هندي برضو. تحب الكيوي؟ مش قوي، تحس كده انه فيها حموضه، مش لذيذ. طب الرمان؟ الرمان ده ملك الفواكه. Really؟ ده فاكهة أهل الجنة. أيوة، احنا جايين دلوقتي لسوق خضار القرآن الكريم. القرآن الكريم تكلم عن سوق خضار القرآن الكريم. طيب يا رشيد، وأنا هثبت لك سوق خضار الإنجيل وسوق خضار كتاب المقدس، هنثبته مع بعض، مش هتجن عليك ولا حاجة، وبدون سخرية، مش هعمل زيك، لان انا ديني ورسولي علمني ان انا اكون على خلق وعلى ادب، وعمري ما اسخر من عقيدتك يعني. انا بقول لك وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب. شفت حاجه حلوه. بتحب التين؟ انا بحب التين الشوكي. والتين والزيتون وطور سنين. ما ترجع للاسلام. شفت
عشان 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 المذكور عشان التين، عشان التين والزيتون. ما ترجع، هو لو في مانجا في القران كنت رجعت، بس ما مفيش. فاتته المانجا. يعني هو اهم الفواكه عندي هي المانجا والبطيخ. ما فيش بطيخ، والاثنين مش مذكورين في القران فما يلزمونيش. بس مذكوره حاجات تانية، مثلا هو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان. مش عارف دخل الزيتون في النص ليه، متشابها وغير انت بتحب المتشابه ولا غير المتشابه؟ الزيتون ده مخلل، ايه اللي دخله في وسط الفواكه؟ يا اخي ماشي. مش عارف ايه اللي دخل الزيتون في النص ليه في الفواكه، والزيتون ده مخلل ايه اللي دخله في الفواكه؟ طيب انا هثبت لك برضو من كتابك ان الزيتون مذكور في انجيلك، في سوق خضار الانجيل، ان الزيتون مذكور مع التين ومع العنب وكده. والزيتون ده مش بتقول عليه موالح وبتقول عليه ده مخلل؟ طيب ما جاي برضو في سوق خضار الانجيل بتاعك ان مذكور مع التين ومع العنب. نسمع نكمل. ما يخلطش الخضار والفاكهه. بص انت لو فضلت على كفرك وتوفاك الله على الكفر والعياذ بالله، ان شاء الله باذن الله واحد احد، واصحاب اليمين مع اصحاب اليمين، انت هتكون من اصحاب الشمال، واصحاب اليمين مع اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. السدر المخضود عارف هو ايه؟ خايف مخضود قوي. لا مش مخضود، مش دي مخضود، ده بيقول لك ده النبق، عارف النبق؟ اللي بيسموه باللبناني يعني عناب. ايوه النبق ده بقى اللي هو مخضود يعني من غير شوك. والطلح المنضود ده الموز. شفت القران ذكر الموز. طب هتروح ما فيش موز في جهنم صدقني. لا فيه، لا في جهنم بس هتلاقي مانجا وبطيخ في سورة، عارفها؟ سورة ايه؟ عبس. ايوه سورة عبس. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة. حدائق غلبة دي الغلب هو اللي احنا فيه دلوقتي. هو في غلب اكتر من كده؟ وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. برضو أبا دي مش عارف لها قرار. فاكهة وعرفناها. ايه أبا دي بقى دلوقتي؟ لو هو عايز يغنينا يعني يغرينا بالأب، انا عايز اعرف ايه هو الأب. هروح سوق اللي عند الخضار او كيلو اب. الله يخليك. روح 2 كيلو اب. روح وول مارت من غير بذر ولا كارفور واسال 2 كيلو اب. هيبص لك كده اقول لك امشي يا ادم من هنا. ده عمر الخطاب نفسه اللي بيقول لك فاهم عربي ومش عارف ايه، لما قرأ سورة عبس قال عرفنا ما الفاكهة فما الاب، وبعدين تراجع مع نفسه وقال لعمرك يا ابن الخطاب ان هذا لهو التكلف. انت هتفكر وهتسال، انت المفروض تاخدها زي ما هي كده وتشرب بقين ميه وراها وخلاص. بس عايزين نعرف، ما انت بتغرينا بحاجه. مش المفروض بتغرينا بحاجه؟ انا عايز اعرف إيه اللي إيه؟ عندي ايه هي؟ وات ام اي ميسنج؟ اضمن بقى. عارف سورة الرحمن بتعجبني عشان فيه ان فيه ماء ولمن خاف مقام ربه جنتان، مش جنة واحدة، جنتان. يولمس اللوت. طب هو الجنة الواحدة بتكون كبيرة وفيها قصر وفيها هعمل بالجنة التانية أجرها اير بي ام بي؟ مثلا حد يكون كده ماشي وفي الشارع يعني هوملس زي عادل امام، تروح السعوديه بقى وتجيب بقى ايه مروحتين جنتين، تجيب مروحتين تبيع واحده وتبقى ايه دخلت دي في دي. ما هي دي قال لك لمن خاف مقام ربه جنتان، هي للقافيه كده مش هتيجي جنه. فعشان هي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال لك لمن خاف مقام ربي نعمل ايه جنتان. فبأي آلاء ربكم دوات أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان وفيهما مانجا وبتنجان فبأي آلاء سورة دي ربكما تكذبان.
سورة البتنجان مش عارفها؟ هو فيهما من كل فاكهة زوجان، احنا بنعمل ايه هنشوف في كتابك. انت قلت بقى سوق خضار القرآن، وقلت العنب والتين والرمان والزيتون. طيب انا هطلع الوقت من سوق خضار الانجيل وسوق خضار الكتاب المقدس العنب والرمان والتين والزيتون وكل الحاجات دي، مش من عندي انا. طيب نفتح مع بعض طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. هنشوف العنب، مش انتوا بدأتوا بالعنب؟ هوريكم العنب برضه. نفتح سفر العدد الإصحاح 20 فقرة 5 صفحة 183، يبقى سفر العدد الإصحاح رقم 20 فقرة 5 صفحة 183 بالصفحة، بقول لكم اهو بيقول ايه. ركزوا معايا بقى، بيقول ليس هو مكان زرع وتين وكرم، ليس ايه؟ ليس هو مكان زرع وتين وكرم، طبعا باقي الفقرة طويلة بقى ورمان وكده. الكرم ده ايه؟ هو حد يقول لي كرم غير العنب؟ طيب نيجي، طيب سيبك من دي، نيجي سفر التثنية. سفر التثنية الإصحاح، نفتح مع بعض الإصحاح 24 رقم 24 فقرة 21 صفحة 238. إذا قطعت كرمك، إذا قطعت إيه؟ كرمك، كرم طبعا اللي هو العنب. بس يا عم محمد أبو رشيد، أنت بتقول العنب جاية واضحة، هو جاي لها واضحة في القرآن الكريم، لكن أنت الوقت بتقول الكرم. طيب مش مقتنعين ان الكرم ده هو العنب. قال هجيب لكم العنب بالاسم بالحرف. ماشي يا المنصر رشيد حمامي، انت والملحد اللي معاك دوت. سفر نحميه الاصحاح 13 فقره 15 صفحه 580 بيقول ايه؟ وايضا يدخلون اورشليم في يوم السبت بخمر، ركز في اللي جايه، في يوم السبت بخمر وعنب وتين. ماشي عنبها ماشي. وايضا يدخلون اورشليم في يوم السبت بخمر وعنب، مفيش كرمها عنبها يا عنب انت. ماشي ده في سفر النحامية اهو الاصحاح 13 فقرة 15 صفحة 581. وايضا يدخلون اورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين. جدي العنب مذكور بالحرف. طيب هنرجع للترجمة العربية المبسطة، إصدار الترجمة العربية المبسطة، بيقول إيه في سفر العدد؟ برضه هو نفس الإصحاح رقم 20 فقرة 5 بس الصفحة اللي بتختلف، صفحة 168، بيقول إيه؟ فليس في هذا المكان قمح، قمح بقوليات ولا تين ولا كروم، كروم يعني عنب ماشي، ولا رمان. طيب هو اللافت للنظر هنا انه في الكتاب دار الكتاب المقدس في الشرق الاوسط بيقول لي نفس السفر ونفس العدد ونفس الفقره، بيقول ليس هو مكان زرع وتين وكرم. المفروض يجي نفس النص في طبعه الترجمه العربيه المبسطه، هو مش ده انجيل وده انجيل ولا مختلفين يعني ولا ايه؟ بيقول كلام تاني غير ده يعني، بس بيذكر في الكروم برضه. بيقول ايه؟ يعني هو هناك ليس هو مكان زرع وتين وكرم، ده في طبعه دار الكتاب المقدس. نيجي في طبعه الترجمه العربيه المبسطه بيقول ايه؟ فليس في هذا المكان قمح ولا تين ولا كروم. ايه ده؟ ايه التغيير دوت؟ انا مش فاهم ده يعني، ده مع الانجيل المفروض يبقى كلامه واحد. في الطبعه طبعه الترجمه العربيه المبسطه، طبعه الكتاب المقدس في الشرق الاوسط، المفروض يبقى الكلام واحد مش متغير. طب انا الوقت هاخد بالكلام اللي موجود
في طبقة الترجمة العربية المبسطة، ولا هياخد بالكلام الموجود في دار الكتاب المقدس وأيهما الصح. احنا عندنا في القرآن، أي امسك أي مصحف في العالم هتلاقي نفس الآيات ونفس الكلمات، لو في نقطة مش موجودة يبقى تحريف، لو في نقطة زيادة يبقى تحريف، إنما ده هنا كلمات متغيرة. وهو هو الإنجيل ده يعتبر دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، ودي طبقة الترجمة العربية المبسطة. عموما دي بس حبيت بس ألفت نظركم ليها، إنما مش وقتها يعني. طيب احنا قلنا سفر العدد، نرجع بقى لسفر التثنية برضو طبقة الترجمة العربية المبسطة. بيقول لي سفر التثنية الإصحاح رقم 24 فقرة رقم 21 صفحة 217، نتكلم بسرعة بس عشان الوقت. وحين تجمع لأنبأ، حين تجمع ايه؟ يا رشيد حمامي، وحين تجمع العنب من الكرم، ماشي؟ لا تعد لجمع العنب، وحين تجمع العنب من الكرم لا تعد لجمع العنب المتبقي، فما تبقى من العنب وكملت بيها العنب ثلاث اربع مرات او ثلاث مرات في نفس الفقرة. ده في سفر التثنية. نجيب سفر نحمية من ترجمة الترجمة العربية المبسطة زي ما ذكرنا، نحمية في طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. طب نجيب سفر نحمية برضه نفس الإصحاحات أنا بذكرها، من دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ومن طبعة الترجمة العربية المبسطة نفس الإصحاحات. بيقول إيه سفر نحمية؟ الإصحاح رقم 13 فقرة 15 صفحة 542، ويحضرون أكواما من القمح، قمح أعلاف وبقليات من القمح والنبيذ والعنب، برضو العنب هنا مذكور، والتين وكل أنواع الثمار. أسواق فواكه يا عم وأسواق بقليات، إيه اللي دخل القمح مع العنب؟ أنا مش عارف بقى، هو القمح ده مش بقليات وأعلاف مثلا ولا إيه؟ طب العنب ده فاكهة، إيه اللي دخل الفاكهة في البقوليات؟ ماشي يا رشيد؟ طيب ده بالنسبة للعنب، ذكرنا كده إيه؟ العنب والتين. نشوف الرمان، هو دول برضو كان فيهم الرمان، هنشوف برضو الرمان في طبقة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. برضو سفر التثنية إصحاح 8 فقرة رقم 8 صفحة 218، بيقول إيه؟ أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان. أنا مش فاهم أنا يعني دوت. لا احنا هنتكلم عن الرمان الذكر، احنا هنتكلم عن الزيتون. بيقول ايه في سفر التثنية إصحاح 8 فقرة رقم 8 صفحة 218، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون، زيت وعسل، زيت وعسل وزيتون، ازاي بقى دوت؟ ايه اللخبطه دي؟ انت يعني ايه اللي دخل العسل في الزيتون في الزيت في الكرم في الشعير حبوب وبقوليات؟ انا مش فاهم والله يا عم المنصر، انت رشيد انت، ايه اللخبطه دي؟ ده هو ده سوق فواكه ولا سوق بقوليات وحبوب ولا سوق بتاع عسل وزيت؟ ده سوق السيدة عيشة يا عم. اسمع يا عم بيقول لك ايه، ارض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، ارض زيتون، زيت وعسل، زيت وعسل. ايه اللي دخل الزيتون في الزيت والعسل والتين والرمان والقنطة والشعير والكرم واللخبطة دي كلها دي؟ دخل العسل في الرمان في الزيتون في التين في المش، ايه هو ده؟ كلام رشيد، وبنتقد رشيد اللي بيسخر من عقيدتي وديني، انا بكلمه بدون استهزاء ولا بسخر منه خالص، عشان بس اخواتي المسيحيين يفهموا كويس، انا كلامي كله رد على سخريه رشيد من عقيدتي وديني. طيب الخلاصه يا عم رشيد، يعني انت قبل ما تنتقد وتتكلم وتقول وتستهزئ وتقول وتسخر وتقول سوق الخضار في القرآن، انت عندك يا عم سوق خضار وسوق اعلاف
وسوق حبوب وسوق موالح وسوق اسماك، يعني حاجات كتير انا ما ذكرتهاش انا عشان طول الفيديو ما يطولش مني والناس تزهق يعني مني، فانا بديكوا الخلاصه. يعني الزكر، التين والزيتون والرمان ودخلت فيه العسل وكله لخبطيط. ايه يا عم المنصر رشيد ده؟ يا عم شوف الاول عقيدتك، وبدل ما تسخر من عقيدة الاخرين نفس الكلام موجود عندك. يعني بقى بالعكس ده ملخبط. وغير بقى ايه الكلام اللي موجود في الكتاب دوت اللي بيتكلم عن التين والعنب، نفس الاصحاح ونفس السفر، تلاقيه مختلف برضو عن الكلام الموجود في دوت. الاثنين كتاب مقدس والاثنين اناجيل، بس ده طبعة الترجمة العبرية المبسطة وده طبعة دار الكتاب المقدس. انا مش عارف يعني ايه الاختلاف. طب انا هاخد بالكلام اللي هنا ولا هاخد بالكلام اللي هنا؟ انا مش فاهم يعني. يعني في مسيح الوقت بيحفظ الكلام اللي هنا وفي مسيح اخر بيحفظ الكلام اللي هنا، طب ان هو صح؟ ما الكلام متغير. ربنا يصلح حالك يا رشيد ويهديك يا رشيد حمامي، وان شاء الله يعني برضو هتابعك وهرد عليك. ومن افواهكم تدانون، من اقوالكم تدانون، ومن افواهكم تدانون برضو. ف يعني انا مش بسخر من عقيدة الاخوات المسيحيين، انما ده كان ردي على رشيد حمامي اللي كان عامل 29 حلقة في شهر رمضان، كل يوم حلقة بيذكر فيها من عقيدته ومن ديني، وده حقي ان انا ارد وعليه واوضح برضو الامور. ان قبل ما تتكلم على عقيدة تتكلم على عقيدتك انت يا عم، وعلى اللي موجود في كتابك انت. السوق موجود هنا اهو، السوق موجود هنا اهو في الكتب دي، السوق موجود هنا في الكتب دي كلها. هنا سوق الخضار وسوق موالح وسوق فواكه وعلاف ولحوم وخضار وكل حاجه، وكارفور زي ما انت بتقول برضه. فريت يعني اخواتي المسيحيين ما يزعلوش مني، ولو حد مسيحي هيرد عليا لا، بدل ما ترد عليا روح رد على رشيد حمامي وقول له كده عيب. كده بلاش تسخر من اخواننا المسلمين ومن عقيدتهم، لان الملفت للنظر كمان يعني لما دخلت على صفحه رشيد المنصر حمامي دوت رشيد حمامي، فوجئت ان المسيحيين كلهم المعلقين عنده بايدوه ويقولوا باركك الرب ورب يمجدك والكلام الدعوات يعني بتاعتهم الخاصه بيهم، وفرحانين بيه وبرنامجه. خشوا شوفوا التعليقات عنده بتقول ايه من اخوات المسيحيين، ما فيش واحد مسيحي بينتقده ابدا. ليه طيب كده ليه؟ فرجائي اخوات المسيحيين ما تزعلوش مني، واللي يخش يعلق عندي على الفيديو دوت ما ينتقدنيش انا، يروح ينتقد رشيد سواء كان مسلم او مسيحي، يروح يرده. المسلم يروح يدافع عن عقيدته ويبقى عنده حميه كده ويروح يرد على رشيد، والمسيحي بدل ما ينتقدني او يعني يزعل مني لا، اروح يزعل من رشيد واقول له كده عيب واستحي. من فمك ادين او دينك، من فمك او دينك، سواء المنصر رشيد حمامي او اي حد. تمام، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وكل سنه وانتم طيبين، واسف للاطاله وما تزعلوش مني ان شاء الله. يعني بعد كده ابقى راعي ما اطولش في الفيديو. يلا السلام عليكم.